روسيا اليوم تواجه مأزق حقيقي في الحقيقة. طبعا الحرب لها مخلفات، حتى الأوكران الآن دمرت بلادهم، خصوصا شرق أوكران، لكن حتى الروس يدفعون الثمن بشكل كبير. الآن هناك احتمال كبير أن يكون هناك انكماش كبير في الاقتصاد الروسي، رغم أنه الآن انتعش نتيجة أن الدول الأوروبية تدفع بالغاز للروس، تدفع باليورو، لكن نلاحظ أن حتى الأوروبيين يمشوا في اتجاه أنه يتم الاستغناء على الغاز الروسي. اليوم وصلوا إلى 90%، 10% هي التي يعني 10% هي التي تأتي من 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 روسيا. وبالتالي إذا استمر الأمر بهذا الشكل، فأعتقد أن الروس سيعانون بشكل أكبر، لا عسكريا، نتيجة الدعم الغربي القوي لأوكرانيا، لأن الغرب أوروبا طبعا حال عندما تكون يعني عندما يتم الاستيلاء على أوكرانيا بشكل سريع، ستكون أوروبا كلها لقمة سائغة في حق في في, في يد روسيا. وبالتالي الأوروبيين يعني يعيون ذلك، ولهذا اتجهوا بكل قواهم لدعم أوكرانيا في هذه الحرب الأخيرة.